مقتبس من بيان 69 محطات في مسير كربلاء للسيد الأستاذ الصرخي الحسني دام ظله. المحطة الرابعة، وبعد التي قيل لابد أن نتيقن الوجوب والإلزام الشرعي العقلي الأخلاقي التاريخي الاجتماعي الإنساني في إعلان البراءة والبراءة والبراءة وكل البراءة من أن نكون كأولئك القوم وعلى مسلكهم وبنفس قلوبهم وأفكارهم ونفوسهم وأفعالهم، حيث وصفهم الفرزدق الشاعر للإمام الحسين عليه السلام بقوله: أما القلوب فمعك، وأما السيوف فمع بني أمية. فقال الإمام الشهيد المظلوم الحسين عليه السلام: صدقت، فالناس عبيد المال والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأنصار الأخيار السائرين على درب الحسين ومنهجه قولا وفعلا وصدقا وعدلا.